بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمد مرسي. هنكمل شرح تطبيق الجدول الإلكتروني ASC Timetables اللي بيعمل لنا جداول للمدرسة، جداول الحصص المدرسية. النهاردة عنوان الفيديو بتاعنا جدول معمل العلوم، إزاي نعمل جدول لمعمل العلوم أو معمل التطوير أو معمل الحاسب الآلي أو أي حجرة دراسية في المدرسة، أي معمل ازاي نعمله جدول كده يكون ينطبع مع الجداول ويبقى يعني له جدول مستقل. ده طبعا إجابة على سؤال وصل إلينا على قناة اليوتيوب، قناتنا اللي بندعوكم للاشتراك فيها. بيقول السائل الكريم، الأخ المشترك الكريم، بيقول السلام عليكم، لو سمحت ممكن نعمل جدول معمل العلوم للحصص؟ ممكن نعمل جدول معمل العلوم الأستاذ حسام؟ فطبعا احنا هندخل على تطبيق التايم تيبل بتاعنا ونضيف الغرف الدراسية. بنضيفها منين الغرف الدراسية؟ بتفتح مثلا معلمون او فصول او مواد كلهم مفتوحين هنا همت، بتروح هنا على الغرف الدراسية وبتضيف غرفة دراسية جديدة اسمها معمل العلوم. والاختصار برضو بيكون معمل العلوم. وبتقول له يعني موافق، وبعد كده بتروح على الفصول، ماشي، المواد، وبتختار العلوم من اي، طبعا ممكن تختار الفصول، ممكن تختار يعني كده العلوم، وبتدخل على تحرير الحصص. اهوت الحصص دي، حصص العلوم اولى اول اتنين زوجي، تانية اول اتنين زوجي، كله اتنين زوجي. هحذف ده كله بشيفت ازالة، وبعد كده هتحكم في، انا ليش شلتهم؟ لان عاوز اغير الغرفه الدراسيه من غرفه دراسيه رئيسيه الى الغرفه اللي اسمها معمل العلوم. فهغير بدل ما اغيرهم كلهم واحده بواحده، لا هغير واحده بس واعمل لها نسخ للباقي كله. المهم هدخل هنا على تحرير او دبل كليك كده، هيفتح لي الحصه ديت. هقول له الحصه ديت في، اشيل الشيك بتاع الغرفه الرئيسيه واضيف الغرف الرئيسيه المتاحه حاليا، بعد معمل حاسب آلي ومعمل علوم وغرف رئيسية. طبعا هختار معمل العلوم فقط وهشيل معمل الحاسب الآلي، ضغطتين هيرجع تاني. ده معمل العلوم، موافق موافق، واروح اعمل للحصة دي هنا تكتب الغرض الغرفة الدراسية معمل العلوم، هروح اعمل لها نسخ الى كل الفصول. ممكن اضغط على الكل من هنا، بس في الكل هيضيف اولى اول تاني. طبعا احنا عندنا اولى اول موجودة وجاهزة خلاص، انا هنسخ الباقين بس. يبقى هضغط هنا وهنا وهنا وهنا، موافق كده. دي حصص العلوم اللي في المدرسة كلها في معمل العلوم. هعمل بعد كده اغلاق وبعدين اغلاق. ممكن اعمل حفظ طبعا من هنا، حفظ كده مباشر من غير حفظ باسم. وبعد كده هروح اعمل انشاء جدول. لاحظ ان احنا عندنا ظهر معانا هنا حاجة اسمها الغرف الدراسية، يمكن ما كانتش موجودة قبل كده. اول ما ضفنا غرف دراسية ظهرت معانا معمل الحاسب الآلة هوت واللي هو موجود دلوقتي، وده معمل العلوم لسه ما فيش فيه جدول. فأنا هروح أعمل إنشاء للجدول علشان يوصل لي لمعمل العلوم. ولكن ما تعملش قيود مبدئية، اعمل دقيق، اضغط على دقيق دي عشان ينفذ، يودي الحصة لمعمل العلوم فعلا. لأن لو عملت مبدئي مش هيودي الحصة لمعمل العلوم، هيتهاون في القيد ده وهيسيب الحصص كده مفردة بعيدة عن معمل العلوم. فهتعمل دقيق وبعد كده تعمل إنشاء جدول. موافق. هتلاحظ هنا ان تم اضافة حصص العلوم الى معمل العلوم، تم اضافة الحصص الى معمل العلوم. ادي تالتة اول في يوم الاحد، وتالتة تاني، وتانية تاني، وهكذا، ماشي. ده بالنسبة للغرف الدراسية. طيب بالنسبة لمعاينة الطباعة، انا عايز جدول لمعمل العلوم. هتروح هنا هتضغط هنا، هيظهر معاك جدول حصص الغرف الدراسية. تضغط عليه كده تلاقي معمل الحاسب الآلي، معمل العلوم اهوت، الأحد الحصة الأولى والتانية والتالتة والرابعة، ده يعني راحة مفيش فيه شغل في معمل العلوم، الفسحة. وبعد كده الخمسة والستة تانية، تالتة تاني، والسبعة والتامنة
تانيه تاني. طبعا حضرتك ممكن تعمل تفريغ وانتداب للحصه الاخيره دي او للحصه الاولى، بحيث لو مش عايز المعمل فيه مثلا بعض البيانات او التعليمات انه ما يشتغلش الحصه الاخيره او ما يشتغلش الحصه الاولى، من التفريغ والانتداب عادي خالص. ممكن كمان حضرتك تعمل هنا من التصميم تطبق تصميم خاص زي اللي احنا عملناه في فيديو مستقل، هو التطبيق على معمل العلوم ولا كل الغرف. هنضيف على معمل العلوم، على كل الغرف اهوت. ظهر معايا فصل معمل العلوم والإدارة والمحافظة والمدرسة ورؤية المدرسة ورسالتها وشعار المدرسة وتصميم ومدير المدرسة. كل ده كنا عملناه في فيديو مستقل، الفيديو موجود على نفس القناة، على نفس البلاي ليست ديت، على نفس قائمة التشغيل الفيديوهات ديت. ياريت تتابعها واحدة واحدة، كل فيديو إن شاء الله افتحه هتلاقي فيه معلومة إن شاء الله لن تعدم فائدة. افتح أي فيديو في القناة هتلاقي فيه فائدة إن شاء الله ومعلومة جديدة ومهارة تتعلمها إن شاء الله. الفيديو القادم هنتعلم إزاي نضيف فسحتين، ماشي؟ وده برضو إجابة عن سؤال ورد إلينا في قناة اليوتيوب. ندعوكم للمشاركة وندعوكم للاشتراك في القناة، وأيضا لو عندك سؤال أو استفسار أو معلومة مفيش مشكلة خالص، ضيفها لنا أو حاول إن احنا يعني نتعاون في الرقي وإن احنا نكون أفضل من كده إن شاء الله. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.